مدينة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان أو جوهرة الرصافة كما يصفها روادها، والكلام هنا عن مدينة الأعظمية العريقة شمالي العاصمة بغداد، مدينة يقصدها الزائرون من بقية مناطق بغداد والمحافظات بمختلف مذاهبهم ومشاربهم، قاصدين أحياءها لسيما ساحة أبي حنيفة النعمان حيث السكينة وعبق التاريخ. وبقدر عراقتها وعمق تاريخها وثرائه تعاني الأعظمية ويعاني سكانها من تردي الخدمات الأساسية وانتشار البطالة وقلة فرص العمل، حالها في ذلك حال بقية مدن العراق. آخر فصول المعاناة في الأعظمية هو قيام أمانة بغداد بإغلاق العديد من المطاعم الشهيرة المنتشرة في ساحة أبي حنيفة النعمان بحجة التجاوز، ما ترك مئات العاملين في مواجهة المجهول. يعني من جوي فلشونا وقعدونا من الشغل، لا شغل ولا عمل، لا تعيين، لا راتب، لا تقاعد، لا شغل، لا عمل، لا دواء، لا صحة، لا كهرباء، لا خدمات، كل شيء ماكو بيه. شنو هنا الموجود بالبلد؟ شنو هو الموجود؟ قل لي انطيني فشي ملموس بالبلد. عمود واحد يقول والله ما نسوي تجاوز، لا مو نسوي تجاوز، نسوي اكثر. العالم رزقها على هاي الساحات مطاعم، اعتبار تراث قديم والكل تعرف. من تجي يعني البلديه وانشار التجاوزات، اذا احنا العمال وين نروح؟ انا بالنسبه كعمال انا وغيري وغيري وكل عامل هسه برقبته عائله وعائلتين او اكثر، يعني شنو وين اكو؟ اعطونا حل ثاني غير هذا الحل نشتغل به. البلديه جت تشيل هاي التجاوزات، هاي التجاوزات رزق العالم عليها. العالم فقره من يجيب؟ ثاني شيء هاي تراث العظميه، اذا شالوها هاي العظميه كلها راح تخرب وما حد راح يوصل لهنا بسبب هاي المناطق اللي العالم قاعده توصل لهنا. قرار الإغلاق الصادر من الجهات الحكومية لا يقتصر ضرره فقط على أصحاب المطاعم والعاملين فيها. الساحة ما تمثل مجرد مطاعم وبسطيات، تمثل بعد أمني وتمثل بعد اقتصادي وتمثل بعد حضاري. ليش؟ يعني هاي أولاد المنطقة يشتغلون بها أرزاقهم عليها أولاً، ثانياً هذا يعتبر متنفس ومتنزه للناس اللي تحضر من برا الأعظمية. ويؤكد أغلب العاملين في ساحة أبي حنيفة النعمان أنه رغم دفعهم ما تعرف بأموال الجباية لصالح المتنفذين في أمانة بغداد، إلا أن قرار إغلاق المطاعم قد صدر ونفذ ولا تعرف أسبابه حتى الآن.